تداعيات وفاة راضعين في عيادة خاصة في رويبة بالعاصمة منذ نحو أسبوعين لم تنتهي بعد أن قررت وزارة الصحة وقف تموين العيادات بلقاح الأطفال لحين انتهاء التحقيقات التي أمر بها الوزير عبد الملك بوضياف. الأولياء الذين يقصدون المراكز الصحية لتلقيح أبنائهم يعودون يوميا أدراجهم، فالإجابة كل مرة واحدة: ننتظر وصول اللقاحات من معهد باستور. ممكن أن اللقاح الخماسي هذا تم توقيفه مؤقتا، ربما غير موجود في السوق على مدة يعني قصيرة، ربما شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر. أما اللقاح الأخرى المفروض أنها تكون موجودة، إذا ما كانتش موجودة معناتها أنه كاين فيه خلل في مستوى التنظيم والتوزيع ما بين أحد باستور اللي هو ليستورد هذه اللقاحات. الوقف المؤقت لتموين العيادات باللقاحات أثار رعب العائلات التي تتخوف من تداعيات الأمر على أطفالها. هي الحقيقة التأخر هذا إذا كان يعني جماعي شهر شهرين ثلاث أشهر ما يكونش عنده يعني ربما يعني مشاكل على صحة الأطفال أو على إمكانية ظهور أمراض، ولكن هنا دائما فيه إشكالية لأنه احنا نعلمه ودخل الثقافة الصحية أنه تكون فيه لقاحات منتظمة. وفيه من ينصح بتأجيل التلقيح إلى شهر سبتمبر. أنه أنا من الناس اللي نحبذوا أنه اللقاح في خلال شهر 7 و8 يعني جوية أوت مادام في حرارة كبيرة أنه يعني يرجع إلى سبتمبر، لكون أنه اللقاح إحنا نعرف أنه لما نستعمل اللقاح كاين فيه حرارة، ارتفاع درجة الحرارة عند الطفل خاصة الرضيع، وبالتالي فيه ممكن تكون فيه مشاكل. هذا وينتظر المواطن نتائج التحقيق الذي باشرته وزارة الصحة سريعا للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاة الرضيعين، لرفع الحظر عن تموين العيادات باللقاح الذي يرتقب أن يكون الأسبوع الداخل، مثل ما أصرت به بعض المصادر لرفع الغبن على العائلات.